السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم اعزائي المشاهدين؟ النهارده الحلقة الثالثة من برنامج جيل يشرف، معايا نماذج مشرفة جدا جدا جدا، والنهارده احنا موهبتنا او كلامنا هيكون عن موهبة الصوت والقدرات الصوتية، وازاي يعني الشباب الجميل ده قدر يطورها وينميها، ونفسي ان انا يعني كل اللي بيشوفونا بقى سواء بقى مسؤولين سواء جمهور سواء اي حد يدي الناس دي فرصتها ويبدأ ان هو فعلا يشجعهم ويدعمهم، لان حرام ان احنا يكون عندنا موهبه شابه جميله بالشكل ده وتندثر او تختفي او تروح او ما تبقاش موجوده. الفرق يا جماعه دايما بين الموهوب هنا اللي موهبته بتموت وبتروح، والموهوب اللي بره اللي دايما بنسمع عنه ونفضل نشاور عليه ونسقف له، ان هنا للاسف في جزء كبير جدا من استراتيجيات تنميه الموهبه ودعمها مفقود ومش موجود، وعشان كده احنا محتاجين ان كل الناس تهتم بمواهب ولادها. احنا هنبدا من البيت بجانب ان احنا نشوف المجتمع اللي حوالينا بيدعم الموهوبين ازاي. عايزين كلنا يا جماعه ندعم الناس اللي موجوده معانا النهارده. النهارده معانا ضيوف جميله جدا جدا ونتعرف عليهم دلوقتي. ازيك يا حسن؟ اهلا بحضرتك يا دكتور. حسن اشرف صح؟ من منصوره. تمام. صح كده؟ محمد. ازيك يا محمد؟ الحمد لله. من القاهره من هنا، تمام كده؟ احنا يا جماعه بنجيب الموهوبين من كل انحاء الجمهوريه عشان محدش يقول ايه اصل دكتور احمد بقى من القاهره فبيدعم الناس اللي من القاهره بس، لا احنا في القاهره وفي المنصوره وفي الغربيه، وهيبقى معانا ناس كمان من بني سويف وصعيد مصر ومن كل حته في محافظات مصر كلها. اتفقنا؟ احنا الموهوبين معانا النهارده ناس جميله جدا. بس قبل ما نتكلم بقى معاك وخليني بس اعلق على حاجه كانت حصلت في الحلقه اللي فاتت. مبدئيا الحلقه اللي فاتت كنت انا بقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، فقلت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا عضيت لساني وما كملتش الجمله. ففي بنت بعتت لي على رسالة صفحه بتقول لي لا يا دكتور احمد ده كده بقى انت مش عارف تقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ده احنا نقعد في البيت احسن. لا انا يعني يهمني رايك، طبعا رايك جميل ويهمني، بس احب اقول لك ان مش هي دي الحاجه اللي ممكن تقعد اي حد في الدنيا في البيت. يا جماعه احنا موجودين هنا عشان بنساعد الشباب الجميل ده وبنساعدهم بندعمهم بنغيرهم بنطورهم عشان يكونوا حاجه جميله وحاجه تشرف البلد دي. البلد دي فيها حاجات جميله جدا، كل الفكره ان احنا مش عارفين نستغلها ازاي ولا ناخد بالنا منهم ازاي. جزء تاني او حاجه تانيه مهمه جدا كانت جات لي على رسائل الصفحه، وهي دي بقى الحاجه المهمه اللي المفروض نتكلم فيها، ان في ام من ضمن الناس اللي كانت بتتفرج على البرنامج قالت لي يا دكتور احمد يعني انت عايز تقول للولاد ان هم ما يكافحوش او ما يجوش مجموع؟ طبعا الكلام ده انا ما قلتوش خالص مطلقا، فخليني بس اعيد على الحته دي مره تانية. احنا الحلقه اللي فاتت كنا بنتكلم عن الثانويه العامه وعن هاجس المجموع بتاع الثانويه العامه. انا ما قلتش خالص ان الطالب ما يجيبش مجموع، ولا قلت خالص ان الطالب يتقاعس او يقعد في البيت، لكن انا قلت انه يحدد حلمه. يعني ما فيش حاجه اسمها خش وهات لي 100%، الفكره انا هعمل ايه بال 100% دي؟ هي دي النقطه بس، النقطه بس ان احنا ما نبقاش دايما عايزين 100% معناها طب، او عايزين ال 90% معناها مش عارف اداب، واحنا مصنفين نفسنا بقى كل مجموع ليه كليه والكلام ده. الكلام ده مش منطقي خالص. لا انا 120% بس انا هخش تجاره لان انا بحبها، هخش تجاره لان ده هدفي، هخش تجاره لان انا شايف نفسي فيها وامكانياتي وقدراتي هتخدمني في المجال ده. اتفقنا؟ فده بس ردا على حضرتك. انا طبعا عايز كل الناس تنجح وعايز الناس كلها تبقى كويسه، بس انا مش عايز اخوفهم دايما واحطهم في قالب ممكن يكون مش بتاعهم. اتفقنا يا جماعه؟ نرجع بقى لضيوفنا الجميله. الاول حسن كده خلينا نبدا يعني نقول يعني الموضوع بدا معاك ازاي او مين اللي شجعك عليه؟ بص حضرتك هو انا بس انا بس اطلب منكم طلب بسيط، نعلي صوتنا شويه عشان الناس كلها تسمعنا. المجال ده انا بادئ فيه بقالي يعني 7 سنين. تمام. من وانا عندي 7 سنين. وانت 7 سنين؟ من وانا 7 سنين. كنت بقعد كده في البيت ادندن كده مع نفسي واقرا وكده يعني، لحد ما بدات مثلا اطلع كل شويه مثلا اطلع اسمع مقرئين كتير واسمع ناس يعني مقرئين كتير من على اليوتيوب، لحد ما نميت الموهبه يعني ايه نفسي بنفسي كده. يعني انت موهبتك انت عندك قدرات صوتيه جميله فانت بتستخدمها في قراءه القران والتجويد والقراءات صح؟ تمام. طب انت دارس تجويد دارس قراءات او دارس كده ولا هي موهبه فقط؟ عند دلوقتي بدرس تجويد، اما قراءات بالنسبه للقراءات والمقامات الموسيقيه والنغمات الموسيقيه كان في مقرئ كبير يعني عندنا مثلا عندنا في البلد فسمعني فقال لي انت نغماتك كويسه وكل حاجه كويسه بس انت بس ايه احفظ القران كويس والتجويد كويس. تمام. اما نغمات موسيقيه والسلالم الموسيقيه دي عندك تمام يعني. يعني قال لك ان انت النغمه الموسيقيه او المقامات او السلم الموسيقي دي بالنسبه تمام. لك انت رائع. قال لي هو انت بتسمع كتير. قال لي هو انت بتسمع كتير
قلت له اه بسمع، ويعني السمع ده عندي في فزي ما وداني تقول على طول. ودنك نطفت بقى، ودنك بقت موسيقية يعني. طب ومين اللي كان يدعمك في البيت يعني؟ مين في البيت اللي كان دايما جنبك ومعاك؟ طبعا والدي كان بيوديني دروس تجويد ودروس قرآن، ووالدتي طبعا كانت بتشجعني، والعيلة عندنا برضو كانت بتشجعني وكانت تحب تسمعني، وصحابي برضو ما كنا مثلا نخرج في حتة او كده كانوا دايما يحبوا يسمعوني. صحابي اللي على السوشيال ميديا عامة برضو كانوا يحبوا يسمعوني برضو. طب انا كان في صوره ليك كده كنا شفناها، يعني اتمنى ننزلها على الشاشه يا جماعه. الصوره دي كانت ايه يعني؟ احكي لي قصه بقى الصوره ديت. انت هنا ده تكريم او حد بيكرمك او كده؟ الصورة دي كانت من 2017 في المنصورة، عندنا في المنصورة في السد المنصورة. ده كان المحافظ الدكتور أحمد شعراوي، محافظ دقهلية سابقا. ده كان حفل، كان حفل افتتاح، حفل كان حفل ايه؟ انت نسيت اللي يبقى حفل 2017. انتصارات أكتوبر، تمام، حفل انتصارات انتصارات اكتوبر. أكتوبر، ذكرى انتصارات أكتوبر، كانت من 2017. يعني من 3 سنين يعني. يعني انت ما شاء الله يعني انت موهوب من زمان، والناس الحمد كلها لله. برضه الحمد لله بتدعمك ومعاك. انا بحييك جدا بجد يعني، بحييك يخليك جدا، مبسوط منك. ربنا يخليك. طب يا محمد قول لنا كده موهبتك انت بدأت ازاي، وكلمني عن موهبتك الاول، وقول لي بدأت ازاي، مين كان بيدعمك، مين معاك؟ انا يعني انا من زمان قوي بحب المزيكا. كان عندي جهاز كده في البيت، جهاز كمبيوتر، دايما بقعد العب عليه مزيكا كتير لحد ما الموضوع اتطور معايا، فحبيت ان انا ايه يعني احاول ادخل صوتي في المزيكا. عملت حلو اكتر جدا. من كذا اغنيه بس ما لقيتش نفسي فيها، فكنت بغني برضه في افراح كتير، و يعني كان في ناس تقول لي صوتك كويس وكده. بس هو الموضوع يعني بدأ معايا من في المدارس، يعني كنت بغني على طول في المدارس، فناس كتير كانت بتقولي صوتك جميل، فانا حاولت اطور نفسي واشتغل على نفسي اكتر، فكنت بقعد في البيت برضه اقعد اغني، كنت بجيب مايك وكده واقعد اغني مع نفسي. ممتاز جدا. طب مين في البيت كان جنبك معاك بيدعمك؟ بصراحة يعني والدتي، يعني ربنا يخليها لك يا رب. الله يخليك، والدتي يعني اكتر واحدة قريبة ليا في الموضوع ده. والدتي يعني هي حابة اللي هي تشوفني كده. طب هي بتدعمك عشان خاطر هي حباك، ولا عشان خاطر حابة موهبتك، ولا عشان خاطر هي في المجال ففاهمة فيه؟ يعني بتدعمك ليه؟ لا ما هي احنا شايفة، عايزين ننقل الخبرة للآخرين عشان كلنا ندعم ولادنا يعني. فانت قول لي تجربة ماما معاك يعني. ماما ربنا يبارك لها يا رب ويديها الصحة. عايزين الناس يعني، هي يعتبر هي مثل يشرف يعني، احنا المفروض كنا نجيبها معانا النهاردة تبقى هي يعني قدوة للناس ان هي تقتدي بيها. فكلمني عنها هي. هي يعني شايفة فيا اللي انا يعني موهوب فعلا، هي شايفة فيا فنان، كويس جدا. فعشان كده هي بتحاول تدعمني يعني بقدر الامكان اللي هي توصلني اللي انا عايزه. حلو جدا. هي والدتي شغالة في الإذاعة والتلفزيون، يعني هي اصلا زميلة بقى يعني، شغالة معانا. ايوه. فبس هي الفكرة في اللي انا مش عايزين يشتتوني في حاجة غير الدراسة. خايفين عليك يعني، هم حابين موهبتك وكل حاجة، لكن في نفس الوقت هي خايفة عليك على مستقبلك الدراسي يعني. تمام، انا مقدر كل ده والله، بس يعني الواحد ساعات كشباب زينا بيبقى محتاج اللي هو يبقى عنده الحيوية والنشاط بقى والاندفاع، ونفسه يظهر ونفسه يتشاف، نفسي يبقى زي يعني الواحد دلوقتي بيشوف يعني نماذج. يقول اشمعنى بالبلدي كده، ده انت بتشوف حد مثلا طالع وبيغني وناس بتسقف له وانت حاسس ان قدراتك اعلى منه، فاللي هو اشمعنى انا مش متشاف. بس دي بتبقى يعني برضه يعني في ناس بنشوفها دلوقتي نماذج لسه طالعة جديدة، احنا ممكن نقول فرقنا احنا الناس ما تستحقش تبقى في المكان اللي هي فيه، بس دي حاجة بتاعت ربنا، دي بتبقى ازاي. ده رزق يعني، احنا خلينا في الشهرة، ومش الشهرة ده كله ده رزق. احنا لينا دعوة بنفسنا بإمكانياتنا بقدراتنا اللي بننميها وبنقويها، وأكيد هتوصل ادام انت فعلا موهوب يعني. انا شايف ان انت فعلا موهوب، أكيد والله. فاكيد هتوصل يا جماعه. احنا حابين والله بجد ان احنا ندعم الناس دول زي البنتين اللي احنا جبناهم المره اللي فاتت. برضو اتمنى لو ننزل صورهم يا جماعه، البنتين اللي كانوا معانا في اول حلقه من حلقات جيلي يشرف، وكانوا كرمناهم عشان خاطر الكتب بتاعتهم. الكتب بتاعتهم انتشرت بشكل كويس جدا، وبقت ما شاء الله عليها ممتازه. كتاب يتعافى المرء باصدقائه، كتاب ارجوك بابا اسمعني، كتب قيمة يعني. هي كتب قيمة. لما عملوا حفلة توقيع ما كانوش متوقعين بصراحة النجاح اللي هم نجحوه ده. ناس كافحت، ناس تعبت 16 سنة، مؤلفة لكتاب وكتاب قوي بالشكل دوت، مؤلفة شابة رائعة مريم أحمد، المؤلفة التانية الجميلة الممتازة مي علي،
دول وراهم اهل، وراهم ناس بتحق حريصه عليهم، وراهم ناس بتدعمهم، والضيوف كمان الكريمه اللي معايا برضو وراهم بابا، وراهم ماما، وراهم ناس بتدعمهم واقفه جنبهم. هو ده الجيل اللي يشرف. احنا هم مش هيظهروا غير لو احنا قلنا لهم انتوا تمام، انتوا كويسين، كملوا، احنا معاكم، صح ولا ايه؟ فاحنا عايزين كل الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي تدعم الموهوبين اللي معانا، وتدعم كل موهوب في البيت. يعني ايه ابنك موهوب، ابنك كنزك موجود قدام عينيكي، احنا اللي بنفرط في الكنز بتاعنا ده. طيب يعني انا عايز بقى الناس بعد ما سمعتنا تسمع صوتنا بقى، يعني صح ولا ايه؟ فنشوف كده حسن، يعني اقرا لنا حاجه كده نسمعها. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. ممتاز، انا بحييك جدا، يعني انا هسقف لك، انت ممتاز بجد، ما شاء الله عليك. يعني اصغر واقوى مقرئ يعني في المنصوره وفي القاهره وفي مصر كلها وفي العالم، ايه الجمال ده؟ يعني بجد انا بحييك ان انت قادر تستخدم قدراتك وامكانياتك الصوتيه الرائعه ديت في شيء جميل زي ده، بجد بحييك. شكرا. طب نسمع حاجه بقى منك؟ اكيد طبعا. انا سمعت اغنيه بحبها جدا يعني، بتحمسني جامد، اغنيه وطنيه يعني. بنحب الوطن جدا. تحيه للجيش المصري يعني الاول؟ طبعا اكيد. تحيه للجيش المصري. تحيه للجيش المصري. يا بلادي يا بلادي أنا بحبك، يا بلادي 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 قولوا لأمي ما تزعليش وحياتي عندك ما تعيطيش، قولوا لأمي ما تزعليش وحياتي عندك ما تعيطيش، قولوا لها معلش يا أمي أموت أموت وبلدنا تعيش، أمانة تبصولي إيديها وتسلمولي على بلادي. يعني بجد ممتاز، ده هشام عباس، يعني الفنان الكبير هشام عباس لو سمعك هياخدك بالحضن. الله يخليك. ممتاز طبعا، رائع بجد رائع. يا جماعه برضو محمد، يعني طبعا انتم متعودين مني انا دايما الموهوبين اللي بجيبهم او اللي انا بكون مستضيفهم معايا بكون انا اللي بدعمهم وانا اللي واقف معاهم دايما، بكون انا اللي مدربهم في الغالب كمان، سواء قدرات بقى صوتيه او غناء او كتابه او تاليف، بنعدل سلوكياتهم، بنقف جنبهم بحكم شغلي وبحكم خبراتي. لكن محمد بسم الله ما شاء الله عليه، يعني انا ما اضفتش ليه شيء
غير ان حبيت اديله فرصته، حبيت ان انا اقف جنبه وادعمه. محمد موهوب بنفسه، محمد درب نفسه بنفسه، محمد بسم الله ما شاء الله عليه. يعني انا بجد تحيه مني ليه، واتمنى كل اللي بيشوفونا زي ما قلت يدعموا الناس الجميله ديت. وكذلك برضو حسن ما شاء الله عليه، يعني هو دعم نفسه بنفسه ودرب نفسه وراه اب رائع ممتاز. انا طبعا يعني اديله كل الشكر والتقدير والاحترام. والده انسان خلوق جدا محترم، قدر يعرف ان هو عنده موهبه ينميها يقف جنبه ومعاه، بجد شيء رائع يعني. طب انا يا حسن كنت سمعت برضو ان انت بتاذن، فعايزين نسمع كده اذانك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة بسم الله ما شاء الله عليك. طب نسمع حاجة كده يا محمد. يعني معاك 30 ثانية لما يبدأ جورج جرداحي بالكلام. ابدأ بقى. مكانك في قلبي مهما كنت بعيد عليا، مش كل يوم بنقابل حبايب جداد. صوتك وحشني وضحكتك يا حبيبي ليا، يا ما نفسي اشوفك تاني في اقرب معاد. ما قدرتش انساك والليالي، كل ما تفوت الليالي كل ما اشتاق يا حبيبي واقول ايامنا وحشاك ولا ناسي اللي انت من غيرك بقاسي. ما كنتش اتخيل فراقنا يطول. انت عارف الناس لما تسمع صوتك
انا ليه قلت الحته بتاعت ان مش انا اللي دربتك او مش انا اللي، لان هو ممكن يحس ان صوتك هو صوتي او كده، لان انا اصل خد بالك انا مطرب قديم يعني. طب انت حافظ الاغنيه بتاعت هشام عباس بتاعت فلسطين؟ فلسطين؟ وصبره وشتيله و... لا بصراحة. يعني لو حافظها وغنتها كانوا يفتكروا ان انت انا، دي جميله جدا. طب مش حافظ حاجه كمان تقدر تسمعها لنا؟ حاجة زي مثلا زي ايه؟ اي حاجه، رومانسي، وطني، اي حاجه انت حافظها يعني، حافظها متمكن منها اغنيها. في يعني اغنية واحد اسمه ملك زين اللي هو بيقول لقت عيني، ماشي تمام. لقت عيني شوقك ولطرف زرفت عشقك، فأتيت إلى حبيبي بكت يا قلبي ورفقك، صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، يا حبيب الله. بجد ما شاء الله عليك يا جماعة، الناس دي تستاهل التقدير والاحترام بجد، الناس دي تستحق ان هي تبقى رقم واحد، الناس دي لازم ندعمها، وعشان كده احنا لازم نقف معاهم يعني، وقناة مقدمة لهم حاجة بسيطة كده، شهادة التقدير الجميلة ديت تقديرا بصراحة لموهبتهم الجميلة يعني. وهشوفكم في الحلقة اللي جاية بإذن الله، كل يوم سبت الساعة 10 الصبح بإذن الله.